يا عم الشرطي طلعني والله ما بقعدة، طلعوني ما بقعدة. حط ايدك. ليك انا هلا رح ابعتك على بيتك، بس بدي منك انك لا بقى تسرق وتاخذ شغلات مقله. اوكي يا عم الشرطي، شكرا كثير، باي باي. عفوا، باي باي. باي باي. يا عم هاي بس خليت، خليني اروح اشوفها. انت ما لازم تاخذ شغلات مقلك. يلا ما رح يشوفني الشرطي، خليني اخذها. والله هاي الجنينة ما فيها حارس، أنا قررت صير حارس هاي الجنينة، وما رح خلي حدا يفوت عليها بدون ما يدفع لي مصاري، رح يصير معي كتير مصاري وصير غني. خليني نبلش. ما رح خلي حدا يمرق من هاي الجنينة بس بمصاري. أو نو. لا 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 اجت الرزقة. يس. ستوب، وين رايحة؟ أنا فايتة ألعب الألعاب، أنت شو دخلك؟ دخلني ونص، ممنوع تدخلي قبل ما تدفعي 5 يورو. بالله أنا بجي على طول لهون بدون ما أدفع مصاري. إذا ما بدك تدفعي مصاري يلا روحي من هون. أمري لله، رح أدفع. مسيك هاي 5 يورو. هيك هو من أول، هيك لازم تعملي. يلا بعد هدول خليني ادخل. لح بعدهم، طولي بالك. ادخلي. والله هاي أول 5 يورو، شكلي حصير كتير غني. معناتها هاي البنت كل يوم رح تجي على هاي الجنينة، معناتها كل يوم رح استناها هون. من وين طلع لي هذا الولد؟ أنا بالعادة بجي بلعب هون من دون ما أدفع مصاري. والله هاي البنت بعيدتها غبية، خليني روح ارجع اضحك عليها واخذ منها 5 يورو. انتي يا بنت خير كمان، شو بدك هالمرة؟ كم دور لعبتي على الزحليطة؟ شو بعرفني، كله 4 5. معناتها لازم تدفعي كمان 5 يورو، يلا هاتي. حتى كمان على الزحليطة بدك 5 يورو؟ لا تخلص لك المصاريين. خد هاي 5 يورو، ما بقى بتطلب مني، ما صفي معي مصاري. خلص هاي اخر 5 يورو باخذها منك. اوه نو، رح يجنني هالولد، ما صفي معي مصاري منه. هيك هي حلوه. يا ربي شو بدي ساوي؟ ما عم تجي كتير ولادة هاي الجنينة؟ شو بدي ساوي؟ جدي خطة، هاي قشرة الموزة شايفينها يا ولاد؟ رح روح حطها تحت البنت، بعدين قلها انتي ليش كبة قشرة الموزة على الأرض؟ بعدين رح قلها ادفعي غرامة 5 يورو، لأنه هذا الشيء ما بيصير، يلا خليني روح. والله طلع كتير مصاري، رح صير كتير غني من هاي البنت. هي يا بنت خير شو بدك؟ انت ليش كبه قشرة الموز على الارض؟ لازم تدفعي غرامة 5 يورو، يلا. مين قال لك انه هاي قشرة الموز الي؟ انا ما بحب الموز. انت وحدة كذابة، انا من الصبح نظفت الجنينة ما كان فيها شيء، يلا هاتي 5 يورو. انا عم اقول لك هاي قشرة الموز مو الي، يلا روح من هون، انا ما معي مصاري. بدك تدفع 5 يورو ولا لا؟ عم اقول لك ما صفي معي مصاري، يلا روح من هون. مع
معناتها خذي. والله انا فاجيك. الو شرطة اطفال، وفي حدا عم بيتصل فيني، خشوا فيني. الو ايه معكم شرطة الاطفال، خشوا صاير معكم. في واحد دفشني وضل يقول لي لانه بده مصاري مني. شو؟ في واحد دفشك؟ عم ياخذ منك مصاري؟ شي دايتر؟ يلا مستناكم. باي باي. اوكي ماشي، تعتبر بكون عندك. باي باي، يلا خلينا نروح بسرعة. عفوا جي هلا، رح يخاف من الشرطة ولا لا؟ مرحبا. اهلا عم الشرطي. خير شو صاير معك؟ في ولد دفشني وبيضل ياخذ مني مصاري. عن جد؟ وينو هذا الولد؟ والله ما بعرف يا عم الشرطي، بشوي ضربني وراح. اوكي ماشي، هلا انا بروح بلقطه وبجيب لك حقك. شكرا كثير عم الشرطي. عفوا، باي باي. باي باي عم الشرطي. يا ربي يجعل الحق. بهالجهه ما في حدا، خليني اروح ادور بهديك الجهه. 10. يا سلام، صار معي 10 يورو. فيني اشتري كثير شغلات فيها. ليت الولد ليك عم يعد المصاري، خليني اروح القطه. يخرب بيت هاي البنت، خبرت الشرطه عن جد، فكرت عم تمزح. هذا انت؟ لك اليوم لسه طلعت بالسجن، رجعت عملت مشكله. اهلين عمو الشرطي. خير شوفي هاي المصاري اللي بايدك من وين؟ عم الشرطي انا هون بشتغل باللجنانه. ومين وظفك باللجنانه؟ عم الشرطي انا ما حدا وظفني، بس انا لازم دير بالي على اللجنانه واخذ غرامات من العالم اللي بيوسخوها. قوم لك اللي عندي ومد ايدك واعطيني المصاري اللي معك. مد ايدك لشوف. الثاني مش تمام. بسرعة يلا، مش تمام بسرعة. واقف هون. مرحبا. اهلين عم الشرطي. انا كمان اشتغل الولد يلي ضربك وعم ياخذ منك مصاري، خذي هيك المصاري. عمو اي حدا بيقول لك اعطيه مصاري ممنوع تعطيه مصاري، ما بيصير. هي الجنايه كل العالم الكل فيه يلعب فيها. باي باي. باي باي عم الشرطي. يلا مش تعمل. نحن نرجع لي مصاري يا عم الشرطي. يا اولاد ما بصير تدفعوا مصاري لحدا بالجنينه، اذا لكم بدي مصاري منكم دغري دقوا للشرطه. آخر مرة عم الشرطي. لا ما بصير، انت اخذت مصاري من العالم وكمان ضربتهم. يلا مش دم. او نو، انت حتقضي كل حياتك بالسجن. يا ربي انا شو عملت بحالي. يا عم الشرطي طلعني، والله ما بقى عيدها، كله بسبب هاي البنت. اشتكيت علي، انا فكرت عم تمزق. طلعوني يا عم الشرطي، والله ما بقى اطلب مصاري من حدا، طلعوني.